مين هيبقى؟ ولد. عارف انه ولد. حنظلة. وليش ده يظهر للناس؟ من يوم ما خرج من فلسطين هو عم بيطلع عليه، وعشان الناس دايره ظهرها على فلسطين صار بيتهيألك انه داير ظهره للناس. فكرة عظيمة، بس لازم اشرحها للقارئ. عزيز القارئ، اسمح لي اقدم لك نفسي. اسمي حنظلة، اسم ابوي مش ضروري، امي اسمها نكبة، نمرة رجلي ما بعرف لاني دايما حافي. جنسيتي انا مش فلسطيني، مش كويتي، مش لبناني، مش مصري، محسوبك انسان عربي وبس. التقيت صدفة بالرسام ناجي كاره شغله لانه مش عارف يرسم، وشرح لي السبب. كل ما بيرسم يا بيحتاج زعيم يا وزارة يا سفارة، وقال لي ناوي يشوف شغلة غير هالشغلة. بعد ما طيبت خاطره وعرفته عن نفسي قلت له أنا مستعد أرسم عنه كاريكاتير كل يوم، وفهمته إني ما بخاف من حدا غير الله، واللي بده يزعل يروح يبقى.